ندير لكم الحماس. جماعة جبت الناس والاول حاجه ما كنحملش الروينه، انا قاعده حاجه عندي هي الروينه تبقى لي في الدار. مهم جماعة جبت الناس، مهم فقت مع دابا الصبح، عشي صباح البرد وصبحت صباح الجو صراحه زوين مع الشتيوا غزال. صراحة هذا الجو كيدير الحماس. هي صراحة كل وحدة واش كيعجبها، كي اللي كيعجبها الجو ديال البرد تكون متحمسة فيه تخمل في دارها وتجمع فيه، كي اللي كيعجبها الجو ديال الصيف كل وحدة واش كيعجبها. صراحة انا يا الجو ديال الصيف ما كنكونش متحمسة. مع الصيف الناس كتمشي البحر كتمشي، انا كنقول لا نمشي، انا بقى جالسة في الدار نخمل فيها. المهم كبيدات صراحة جاني الحماس هاد النهار، جمعت فيها الدار كاملة. ممكن تشوفوا معايا كنجمع في بيت الناس. ضروري انا اين فو كنفيق خاصني ضروري نجمع بيت الناس لان مع الروينة ومنعودش ليكم. المهم كوبيتات انا كملت بيت الناس في الجميع. دغيا يدي خفيفة. نمشي للكوزينه نوجد الفطار. مهم كبيدات انا جيت للكوزينه كنصايب في اتاي، واحد اتاي مشحر بالعشوب مع دابا البرد، خاص ضروري اتاي يا اما بالشيبه يا اما بالاعشاب بالسالميه بمردود الدوش بالزعتر بالزعتره. صراحه زوين، انا دابا صراحه صايبت اتاي زوين بالاعشاب وفي هذا البرد زوين. مهم كبيدات انا جلست في الارض، ما كاينش ما احسن من الجلسه ديال الارض، بسيطه انا بسيطه وبنت الشعب وشعبيه. مهم كبيدات اتاي مشحر بالاعشوب وبزيت العود، ايوا سلو سلو جابتو ليه ماما زوين من كيعجبني صراحه، وخبيز سخون مع زيت العود. واو ما نعودش ليكم فطور، وهذا الفطور ديال جلسة وجلسة في الارض، الفطور بزيت العود واتاي بالاعشاب والخبز السخون. يا سلام المقبيدات ديالي، هانتوما معايا غدوزو معايا هاد النهار كله، انا كندير ندير فيكم شوية الحماس. صراحة والله العظيم الى زعما زيت العود خاصو ضروري يكون عندكم في الدار لانه زوين في هذا البرد وصحي، بالاخص مني كتفطر بيه صراحة مع الفطور. يا سلام ما نعاودش ليكم صحي ومكبيدات، بقاو معايا غندوزو معايا نهاري.
يا حبابي طالعة معلقة شوية ما كنتش غادي نزلك نضرب نجيب الربح، عرفتي علاش؟ حيت مع الطياب عرفتي الغبرة ما نعاودش ليكم، كتبقى ليا فوق البلاكاراج ومع كنحل الشرجم كتبقى ليا الغبرة، ومع الطياب كيبقى داكشي منسق الفوق. ايوا ما نعاودش ليكم، كنت غادي نجيب الربح شوية ما